ده وجدوا أنه ماضي في طريقه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، في الإصلاح لأحوال المجتمع الذي قدم إليه لأجل أن يشرق أو يبزغ فجر هذا الدين للعالمين جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم ماض في العمل، ماض في الدعوة، في العلاقات الاجتماعية، إذا يعني إحنا بنعبر تعبيرات معاصرة، يعني أصلح من شأن الأسرة ووضع قواعدها ووضع التضامن بين المجتمع، الحال الاقتصادية، نظر في العقود السارية في المدينة المنورة، وهكذا يريد أن يقيم مجتمعا يتأسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى. هذا المجتمع يقوى شيئا فشيئا فشيئا، وهو ملاحظ قوة هذا المجتمع وقوة الدولة في هذا الوقت، كيف لقريش أن تسكت على ذلك؟ فعملت على وجود هذا التحالف الذي يمكن أن نحكم عن طريق هذا التحالف القبضة الشديدة على أهل المدينة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ولذلك أحاطوا. فكانت هناك التحالف، لم يكن قريش فقط، المعارك السابقة كانت قريش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن وجدت أطراف أخرى وأطراف عديدة تكاد أن يعني لو ممكن لها أن تجعل هناك طوق وخنق وحصار على المدينة. بل التحديات أيضا جاءت من الداخل في صورة المنافقين وصورة الجواسيس وصور متعددة، قريش كأنها تقرأ دواخل المدينة المنورة أو حال المدينة المنورة. فجاءت هذه الفرصة، الخندق، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بحفر الخندق بناء على إشارة سلمان الفارسي. مزبوط. في أثناء هذا الحفر ونحن على أعتاب هذا الخناق الذي يكاد أن يسيطر على المدينة المنورة، على الدولة بكاملها يعني في هذا الوقت، ومع ذلك ما زال الأمل عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرة التشاؤم هذه كانت يعني ليست في خاطره أبدا، بل بالعكس كان يعطيهم الأمل. هم يعني يشقون هذا الخندق ويحفرونه، والمعاول اللي هي الأدوات التي يحفر بها في هذا الوقت، وقفت عصية عند صخرة من الصخور. أيوة. لم تستطع المعاول هذه بقوة الصحابة وبقوة الرجال في هذا الوقت أن تكسر هذه الصخرة، فاشتكى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ هو المعول وذهب إلى هذه الصخرة وضرب 3 ضربات عليها. في الضربة الأولى قال بسم الله فانكسر ثلث الصخرة، فقال الله أكبر، فتحت الشام، إني لأرى القصور الحمراء. وهذه نظرة بعيدة خالد، أنت الآن في أزمة، ومع ذلك ما زال الأمل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع العمل ومع التخطيط ومع الإعداد ومع اتخاذ المناعات المعينة. وفي الضربة الثانية قال بسم الله فانكسر الثلث الثاني، فقال الله أكبر، فتحت مدائن فارس، إني لأرى مدائن فارس. في الضربة الثالثة قال بسم الله، فلما انكسر الثلث الثالث قال الله أكبر، فتحت اليمن، إني لأرى علامات صنعاء وحضرموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب وهو يرى المستقبل رغم التحديات الكبيرة من الداخل ومن الخارج، متجاوزا الصعاب بلا شك إلى ما هو أكبر، إلى ما هو، لكن كان كل ذلك كان مع التضامن الكامل من المجتمع. أيوة. هتلاحظ سيادتك أن كل الصحابة، كل أهل المدينة ما عدا من كان يمثل تحديا، كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب رجل على قلب رجل واحد، في احتشاد يعني في فلسفة الاحتشاد، في فلسفة الاحتشاد والتعاون والتضام والشد من الأزر، وهذا ما نرجوه بلا شك. ده في واقع كل مجتمع، لا يمكن أن يتم تقدم مجتمع ما إلا بأيدي
كل من كان في المجتمع. ولذلك هذه اللحظة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي درس لكل المجتمعات فيما بعد، أنه عند التحديات ينبغي أولا ألا نفقد الأمل، ينبغي ثانيا أن نخطط وندبر ونعمل ونجتهد ونكون كل جميعا على قلب رجل واحد مهما كانت التحديات صعبة. لو